بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما الأحكام المترتبة على حكم اللقطة، ومتى تؤخذ مأجورين، وما حكم من عرفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللقطة هي المال الضائع، وهي على نوعين: ما تتبعه همة أوساط الناس وهو ما له قيمة عند الناس، وما لا تتبعه همة أوساط الناس كالعصا والحبل والتمرة وما أشبه ذلك، هذه يأخذها من وجدها وينتفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة فأخذها صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وأما ما له قيمة عند أوساط الناس فهذا هو اللقطة التي تترتب عليها الأحكام، فإذا وجدها فإنه يأخذها ويعرفها، نادي عليها سنة في مجامع الناس عند أبواب المساجد من ضاع له شيء، ويعرف أوصافها، يميزها ويعرف أوصافها، فإذا جاء من يصفها بالأوصاف المطابقة لها فإنه يدفعها له، وإذا مضت السنة ولم يتقدم لها أحد فإنه يتملكها ملكا مراعا، متى ما جاء صاحبها دفع إليه، وإن لم يأتي فهي له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فرج يقول: ما حكم تخطي القبور، وهل للقبور حرمة، وما حكم ما عمله البعض الآن في المقابر من انتقالهم من قبر إلى قبر وغير ذلك؟ نعم، القبور لها حرمة، لا يجوز أن يقعد عليها ولا أن تداس، لها حرمة. المرور من بين القبور لا بأس به إذا لم يطأ على القبور، وإنما يمر من بينها ويتطرق من بينها لحاجة أو ليسلم على قبر، لا بأس بذلك، إنما الممنوع الوطأ على القبور والجلوس عليها. فالقبور لا يغلى فيها وتعظم مما يؤول إلى الشرك، ولا تهان وتحتقر، بل يتوسط في أمرها. نعم. هذا يسأل ويقول: أسأل الشيخ عن سحر التعطيل، وهو تعطيل الفتاة عن الزواج الذي يكون سببا في منع الفتاة من الزواج، كيف أستطيع بالرقية الشرعية التخلص من هذا السحر بإذن الله؟ السحر مرض خطير وآفة خطيرة في المجتمع، ولا يجوز ترك السحرة يعيثون في المجتمع فسادا، يجب الأخذ على أيديهم وكف شرهم، ولكن لا يكون عند الإنسان زيادة خوف ووساوس، وكل ما أصابه شيء قال هذا سحر، إنما إذا أحس بالسحر فإنه يعالجه بالرقية الشرعية، يعالجه بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة المجربة، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. السائل يقول: بالنسبة لعقد الزواج، هل لابد من كتابته، وما هي شروط عقد الزواج مأجورين؟ الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول وحضور شاهدين، اشترط للزواج أن يكون بالإيجاب والقبول، الإيجاب الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج أو وكيليهما، ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين على هذا العقد سواء كتب أو لم يكتب. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ البدعة تختلف، البدعة المكفرة
كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات لا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته هو في حد ذاته غير صحيحة لأنه مشرك. وأما البدعة التي دون ذلك، دون الكفر دون الشرك، فهذه إذا وجد من يصلون ودار الأمر بين كونه يصلي وحده أو يصلي معهم يصلي معهم. ومعلوم أن مثل هذا لا يتخذ إماما ويرتب إماما، لكن لو تقدم صلى بهم فإنه يصلى خلفه. نعم. يقول: كنت في سنين ماضية أسوق حافلة في الطرق السريعة وهذا هو رزقي، وكنت لا أصلي ولا أصوم وأنا في الثلاثين، وانقطعت عنها أحيانا وعدت إلى الله عز وجل وبدأت أحافظ على الصلاة والصوم في سفري وإقامتي، هل أكفر عن ما فاتني وأقضي؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، عليك بالمحافظة على الصلاة في المستقبل، محافظة على الصيام، ويكفر الله عنك ما مضى بالتوبة الصادقة النصوح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حدود عورة المرأة في الصلاة. كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، كان عندها رجال غير محارم فتغطي وجهها أيضا. نعم. يقول: نحن في دخول رجب نخصص بعض الليالي بعبادات كالتسبيح في الليل والصلاة وقيام ليلة الاثنين والخميس، تخصيص رجب بعبادة معينة فضيلة الشيخ؟ هذا بدعة، لا يخصص رجب بصيام ولا بصلاة، وإنما هو كسائر الشهور، إنما شهر رجب من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. وأما أنه يخص بعبادة من صيام أو صلاة أو بعض لياليها أو بذبيحة أو غير ذلك، هذا كله من البدع المحدثة الباطلة. نعم. المحلات التجارية فضيلة الشيخ حيث أبيع في المواد الغذائية منذ سنين، ولكن بالنسبة للزكاة هذه المواد التجارية كالأغذية وغيرها، هل فيها زكاة؟ نعم، هذه عروض تجارة، الزكاة في قيمتها، إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها فإنها تزكى، يخرج ربع العشر منها. نعم. هل يمكن رؤية الجن بالعين، وما السبيل للوقاية منهم؟ يمكن رؤيتهم بالعين، لكن الغالب أنهم لا يرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الغالب أنهم لا يرون، لكن قد يراهم بعض الناس، يعرضون لبعض الناس. وعلى المسلم أن يستعمل الورد الشرعي في الصباح والمساء، آية الكرسي بإخلاص والمعوذتين والأدعية الواردة، ويداوم على الورد في الصباح والمساء، ولا يعرض له الجن ولا يضرونه بإذن الله. نعم. يقول السائل: أرى بعض الإخوة ينام قبل دخول الخطيب لخطبة الجمعة، وبعضهم لا يحضر إلا بعد الإقامة، فما حكم الصلاة؟ الذي ينام بمعنى ينعس وهو جالس لا بأس، لا يغلبه النعاس، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون. أما أن يضطجع أو يتكي على شيء وينام، هذا ينتقض وضوءه لأنه لا يتمكن من نفسه، ومظنة انتقاض الوضوء فيتوضأ. وأما من لا يحضرون إلا عند الإقامة، هذا حرمان. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة، يحضر مبكرا ويستمع للخطبة ويستفيد منها. نعم. ما حكم استخدام حبوب تحديد النسل، وخصوصا إذا كانت المرأة لا تريد إلا طفل أو طفلين؟ تحديد النسل لا يجوز، أما تأخير الحمل، أخذ حبوب لتأخير الحمل وتنظيم الحمل إذا احتاجت إلى ذلك بمشورة الأطباء فلا بأس بذلك. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن رفع اليدين في الدعاء، متى وما حكم بعد الفريضة؟ بعد الفريضة لا ترفع الأيدي بالدعاء، يدعو بدون رفع يديه، لأن هذا لم يرد عن الرسول
صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك ترفع الأيدي في الدعاء إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه في ذلك. نعم. هل صدقة الحي عن الميت تصله في قبره ويعلم بأنه تصدق عنه؟ نعم، الصدقة وردت الأدلة بأنها تنفع بإذن الله إذا تقبلها الله من الحي، خصوصا إذا كان من أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور تصل إلى الميت إذا تقبلها الله من أعمال الأحياء، وما عداها فلا دليل على وصوله، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. يقول في الآية: لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، ما المراد بهذه الآية يا شيخ؟ المراد قول الرجل: لا والله وبلا والله، إذا جرى لفظ اليمين على لسانه بدون قصد، به القول لا والله وبلا والله في عرض حديثه، هذا من لغو اليمين. وكذا إذا عقد يمينا على شيء ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذا لا يضره لأنه من لغو اليمين. نعم. أحسن الله إليكم، الرواتب التي وردت في الحديث: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الرواتب التي مع الفرائض 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهي آكدها. ويروى 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعد الظهر، هذا هو الأكمل والأفضل، هو الذي ورد أن الله يبني لصاحبه قصرا في الجنة. نعم. يقول: ما أبرز الأدعية بعد الوضوء فضيلة الشيخ التي وردت؟ بعد الوضوء يقول ما ورد، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وذلك لأجل أن يجمع بين الطهارتين: طهارة الحدث بالماء، وطهارة التوحيد بالشهادتين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هناك بعض الكتب لم يكتب عليها وقف، فهل يجوز أخذها من المسجد؟ وضعها في المسجد وقفية، لا يجوز أخذها من المسجد، يقرأ فيها وهو في المسجد ثم يضعها في مكانها. نعم. هذه سائلة تقول: بالنسبة للمرأة في حالة الحيض لا تقرأ ولا تمس القرآن، هل لها أن تردد الأذكار وتستمع إلى القرآن عبر الإذاعة؟ نعم، المرأة الحائض لا تقرأ من المصحف مع مباشرة المصحف والكتابة بدون حائل، أما أنها تقرأ بواسطة حائل بينها وبين الآيات فلا مانع من ذلك، خصوصا إذا احتاجت إلى ذلك، إذا خشيت أن تنسى ما حفظته، أو كانت طالبة وصادف هذا أيام امتحان في القرآن، فإنها تقرأ للحاجة، ولكن لا تمس المصحف مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. يقول هذا السائل: إذا أراد طالب العلم ترجمة بعض كتب لعالم من العلماء إلى لغة أخرى، هل يجب على الطالب أن يستأذن من ذلك العالم قبل الترجمة؟ لا شك، لا يجوز التعرض لكتاب بتعليق أو بكتابة أو باختصار أو بترجمة إلا بإذن صاحبه، حقوق المؤلفين. نعم. يقول: عبارة حقوق الطبع محفوظة، ما معناها؟ معناها ما ذكرنا، أنه لا يتعرض لكتاب بتصرف اختصار أو ترجمة أو تعليق إلا بإذن صاحبه. نعم. يقول هذا السائل: نذر شخص على أن يصوم الاثنين والخميس مدة إقامته في مكة، إلا أن هناك أياما يكون فيها مريضا أو مسافرا فيفطر فيها، فماذا يلزمه؟ هل يقضي الأيام التي أفطرها أو يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا؟ إذا نذر أن يصوم أياما كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر لزمه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كان معذورا في وقتها إنه يقضيها إذا تمكن من ذلك. نعم. يسأل هذا عن تعلم اللغات الأجنبية فضيلة الشيخ. للحاجة لا بس، تعلم من اللغات ما يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليكم،
ما الأسباب المعينة على ترقيق القلب والخشوع لأنني أحس بأن قلبي قاسي؟ عليك بذكر الله عز وجل، وعليك بترك كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام قسي القلب، وعليك بالإكثار من تلاوة القرآن. نعم. يقول: عند زميل لي 10,000 ريال وهو ضعيف ومديون، وبقيت عنده 5 سنوات، من الذي يزكي هذا المال؟ لا زكاة عليك ما دام الدين على مفلس أو فقير ولا تدري هل تحصل عليها أو لا، لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنك تزكيه عن سنة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حكم بعض العبارات التي يقولها العامة: تباركت علينا أو زارتنا البركة. تباركت لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. لفظ التبارك لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما أنت مبارك أو زارتنا البركة بزيارتك ولا بأس بذلك، لا من باب التفاؤل. نعم. نسمع ونقرأ بعض الكلمات: حرية الفكر، هل هي على إطلاقها؟ لا، ليست على إطلاق. حرية الكلمة، حرية الفكر، حرية الاعتقاد، هذا كله كلام باطل. نحن عباد لله عز وجل، نحن عباد لله، نعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بأفكارنا وعقولنا بدون ارتباط بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تركيب الأسنان الذهبية بالنسبة للرجال والنساء. لا بأس للحاجة، لا بأس بذلك، لأن الذهب لا يصدأ بخلاف الفضة، إذا وضعت في الفم فإنها تصدأ. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اتخذ أنفا من الفضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب لأنه لا يصدأ. إذا كان هذا للحاجة فلا بأس بذلك، أما للزينة لا، للرجال لا يجوز هذا. نعم. يقول: بعد صلاة العشاء أصلي الوتر على مدى سنوات ولا أقوم الليل، هل الأجر في بداية صلاة الوتر بعد العشاء وكذلك في الليل على حد سواء؟ لك الأجر على صلاة الوتر، أما إذا كنت تريد أجر قيام الليل تصلي قبل الوتر ما تيسر، ولو في أول الليل تصلي قبله ما تيسر، ثم تختم ذلك بالوتر، فتجمع بين قيام الليل وبين الوتر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، سجله الزميل عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع الشيخ في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وعلا.